وعبق الجنة يفوح من أفواهكم. يا رب محمد والله لم أحضر عرسا منذ 30 سنة واليوم حضرت أجمل عرس في حياتي. والله منذ زمن طويل لم أسمع أنغاما وأهازيج أجمل من هذه الأهازيج. تبارك لكم في أصواتكم، تبارك لهم في شجاعتهم، تبارك لهم في قوتهم، تبارك لهم في حريتهم، تبارك لهم في كرامتهم. أيها الأحبة، إن مطالبكم حقة 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 حقة. والله إن الظلم قد طال كل فرد من هذه الأمة، ما من إنسان إلا وقد طاله الظلم، وها قد نفسنا عن قلوبنا وعن أرواحنا. فبارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ونحن على العهد حتى ينقلب النظام وحتى تعود إلينا الحياة. Thank you.